المرأة الصحراوية والمغربية هي كلها بالنسبة لي بشكل عام شخص موحد، لأنه يعني الحمد لله يعني في الصحراء المغربية تطور الحق يعني ملاحق كبار، يعني كيف كنقولوا احنا في الصحراء. بالنسبة للمرأة المغربية نبغي نشوفها قوية، قوية ليس نتكلم كقوة قوة جسدية، نتكلم القوة قوة الشخصية، قوة الفعل، قوة العمل، قوة أنها تثبت ذاتها، قوة أنها تعتمد على نفسها، قوة أنها تحتاج فقط لثقتها بنفسها باش تحقق اللي بغات. فكنوصيها دائما الثقة في النفس، ثقة في النفس، ثقة في النفس، ولكن لا تصلي إلى الغرور، لأن الغرور مقبرة أي شخص. فتحية للمرأة المغربية في المكانة، ربت البيت، كانت عاملة، كانت مدرسة، كانت ربانة الطائرة، كانت في المكانة، كان حيها، لأنه أنا بالنسبة لي المرأة المغربية قدوة لأي مرأة في العالم. فمرة أخرى تحيا المرأة المغربية في المكان. كنقول لمتتبعي لالا فاطمة أكيد تابعوني، تابعوا جديدي، كيف دائما أحبكم، كنعرفكم كتبغوني وأنا كنموت عليكم، جديدي دائما معكم. لالا فاطمة مجلة كل المغاربة ومجلة كل النساء بالخصوص، فكنقول لكم عبر لالا فاطمة كل الحب وكل التقدير وكل الود وكل الاحترام لكل متتبعي لالا فاطمة، كنموت عليكم. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لالا فاطمة.